اخر حاجه خدناها المره اللي فاتت الاري، وخدنا الاكسبشن، وخدنا رجعنا على الراندوم. عايزين نبدا في الاوبي عشان من اول مره الجايه نبدا الدبلت. ومشروع البروجكت اللي ناويين نبنيه هيتبني كل اوبي بقى، هيقوم على ايه؟ على المحاضره دي. يعني حتى هنكمل الاوبي بقى طول الكورس لحد ما نخلص. حتى لما بصيت على الكورس، الكورس لقيته مكتوب انه هيخلص 1:10. الكورس هيخلص 1:10، بس احنا ممكن نحتاج محاضرتين كمان. يعني ممكن نبص على اول اسبوع من 10، يعني اول اسبوع من 10 نكون مقفلين الكورس ان شاء الله. لسه لسه شهر. طيب هنبدا بموضوع بقى الاوبي. وبرده قبل ما نبدا المره الجايه، كل المنهج ده تمام. في حته بقى عندكم انتوا بتاخدوها في الجامعه، هحاول اقولها عشانكم انتوا بالذات، الجرافيك. بتاخدوا جرافيك، يعني انت ترسم دواير ودايره متقسمه، دي برده عايزين ناخدها عشان الناس اللي في الجامعه بس، عشان هو راجل جاي عشان كده. تمام، فبرده ايه بدايه المره الجايه فكرني. تمام، قول لي درس الجرافيك ده سيبه، مش هياخد ساعه، يعني هياخد ساعه برده ايه، يبقى قفلنا المنهج بتاعك بلس الايه الجزء ده، عشان ما يكونش ايه مفيش حاجه ايه تروح منك. تمام. طيب الاو بي بقى، الاو بي دي اختصار اوبجكت اورينتد بروجرامنج. اوبجكت اورينتد بروجرامنج الاو بي طريقه برمجه، مش درس جديد ولا حاجه، طريقه برمجه. طيب يعني ايه طريقه برمجه؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت بالظبط. قلنا المره اللي فاتت، لما مش المره اللي فاتت، بدايه الكورس لما جيتوا اول محاضره، قلنا لو عندنا شخصين بيبرمجوا واتنين مبرمجين، واحد اتطلب منه، حتى كان نفس المثال ده اديته، يصمم لي شاشه. وعرفنا يعني بقى تكست، انتوا بقالكم كتير معانا، فيها اسم الطالب ودرجه الطالب وعدد المواد بتاعته. تمام، وعايز يطلع لي النسبه، وزرار يدوس عليه يطلع اوكي، زرار يدوس عليه يطلع النسبه بتاعتك، حساب النسبة. وده اسم الطالب، وده الديجري، وده السبجكت. تمام، وده البرسنتج اللي هتطلع. طيب المبرمج الاولاني قال مفيش مشكلة، كان كوده كله بيتكتب تحته الزرار، كليكتين على الزرار، وكان يقعد يقول لك ايه string name اي دبل، وطبعا عارفين بقى الكلام ده يعني صح كده، ويقعد يقول لك اي ان تي سبجكت ودبل برسنتج، وبعد كده يقعد يقول الانبوت بتاعته، وبعد كده يقول البروسيسنج بتاعته، ويكتب الاكواد بتاعتها، وبعد كده يكتب ايه الاكواد بتاعت مين الاوتبوت، ويقعد يحكي القصه كلها زي ما كنا بنعمل المرات اللي فاتت، كان كودنا كله تحت الزرار. طيب واحد اتطلب منه مبرمج تاني نفس الشاشه دي بالظبط، تمام، ويبرمج نفس الشاشه، قال لك المبرمج الاول التاني ده عشان يبرمج يقول لك لا انا رقم واحد ما برمجش تحت الزرار، انا بعمل ملف، الملف ده بسميه ساره، وجوه الملف بكتب كود، الكود ده بسميه رأي، اي اسماء تعجبني، واحط في البلوك ده الكود اللي بيعمل الامر، الكود اللي بيعمل الامر بتاعك، واجي لما اجي تحت الزرار بقى هنا ما يكتبش الكود، الكود جوه ملف اسمه ايه، جوه حاجه اسمها ايه رأي، اروح قايل ساره دوت رأي، يقول لك انا ما ببرمجش تحت الزرار. طب ايه العيب اللي بيبرمج تحت الزرار؟ ان اي حد بيفهم برمجه ألف ب هيفهم الكود، هيخش هنا على الزرار كليكتين هيفهم الدنيا، هنا لو دخل على الزرار هيلاقي ايه؟ ساره ورقيه. مفيش حاجه اسمها في البرمجه اسمها ساره، ومفيش حاجه اسمها رقيه، صح غلط. في الحقيقه هو ساره ده عباره ملف جواه ما كود اسمه رقيه بينادي عليه. الاي او الاو بي يا ساره ماشيه بمبدئين، مبدا الداتا هايدنج ومبدا الانكابسوليشن. مبدا الداتا هايدنج مبدا اخفاء البيانات، مبدا اخفاء البيانات الداتا كلها والكود بتاعته جوه الملف ده، والملف ده محدش بيشوفه اساسا، محدش بيشوفه غير المبرمج، ده مبدا اخفاء البيانات.
اي حد هيخش هيخش تحت الزرار هيلاقي اسم مش هيفهم منه حاجه. مبدا الانكابسوليشن، مبدا التغليف. هو العبره في صف ساره ولا رايه؟ في رايه. رايه هي اللي شايله الكود. ساره ما هي الا كونتينر حاويه. انا ممكن احط كود تاني بيعمل اي امر تاني واسميه اسلام، واكتب فيه ايا كان الكود اللي بيتحسب. ولما احب اوصل للكود بتاع اسلام اقول ايه؟ ساره دوت اسلام. الكود بتاع اسلام ده احتاجته 6 مرات، هتكتب ايه؟ ساره دوت اسلام، ساره دوت اسلام، ساره دوت اسلام، صح ولا غلط؟ بتكتب في الشاشه، بتكتب في الشاشه هنا حسب الزرار، حسب ايا كان الزرار فين. اه طبعا بتضغط. اه طبعا تمام. في الكود في الزرار، وانت عايز الكود يتنفذ امتى براحتك. تمام. انت الكود بتاع ساره بتاع رأيه ده محتاجه 8 مرات في 8 شاشات مختلفه. الناس اللي بتبرمج بالطريقه العاديه زي ما كنت شغال كنت بتاخد الكود ده تكتبه 8 مرات. طب تقول ده ايه المشكله يعني؟ طب ما انا كنت باخد كوبي بيست. قال لك ماشي، بس افرض هنا مثلا النسبه انت كنت بتضرب في 90%، راح الدكتور قال لك او صاحب المدير قال لك معلش اضرب في 80، هتقعد تغير كم مره؟ 8 مرات. هنا بتغير كم مره؟ في السورس. انت قال لك عمال تقول ساره دوت اسلام، قال لك بقى اسلام ده كان فيه كود كان بيضرب في 2%، قال لك لا اسلام اضرب في 1%، هيجي هنا يضرب في 1%. كل اللي كان بينادى على ساره دوت اسلام هيبقى كام؟ 1%، مره واحده. مبدا الانكابسوليشن، مبدا التغليف. مبدا التغليف معناها ان ساره هي الملف وشايله جواها كام كود؟ كذا كود. مش شرط، مش شرط رايه واسلام، لا انا ممكن اشيل 20,000 كود مش فارق معايا. بس اما تيجي تسمي الاكواد ما تسميهاش رايه او تسميها اسلام والكلام ده كله، سمي اسماء تدل على اللي بتعمله. يعني لو بيحسب المرتب يبقى سميه مرتب. تمام. ده بيحتاجوه في ايه بقى؟ 99.9% من الشركات بره شغالين بالاوبي. 99.9% ما كانش 100% اساسا. تمام. شغالين بطريقه الاوبي. الاوبي بيقول لك ايه؟ اول حاجه انا بحافظ على الكود بتاعي من عدم الفهم، ان الناس مش اي حد مبرمج يفهمه. اكواد انا اللي مسميها وانا اللي عارف اسمها. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان لو انت عندك هنا بتعمل سيستم لمركزيات، تمام، وبتحط الكود بتاعك. قال لك اول حاجه لو انت سيستم لمركزيات ده عندنا في كام اداره؟ في اداره شؤون عملاء، في اداره شؤون الاستراكتور زي حالتنا، اداره شؤون الموظفين اللي تحت، تمام، اداره شؤون الكورسات والتعامل والترخيصات اللي هو الشهادات والكتب. عندك بتتكلم في 4 ادارات مثلا، واداره شؤون عاملين النفط 4 ادارات، واداره الحسابات طبعا. قال لك كده خلصت، بتعمل ايه بقى؟ لكل اداره الملف بتاعها. شؤون الحسابات تعمل لها ملف وتحط فيه اكوادها، والاكواد بتاعتك تكون متسميه مثلا شؤون العملاء، نظام الحجوزات، نظام الكورسات، نظام الخصومات، كل واحده بالاكواد بتاعتها. شؤون الانستراكتور، نظام المرتبات، السبب بتاعهم، ونظام عندنا حاجه اسمها بوينتس. بوينتس اللي هي خصومات، يعني كل 5 دقايق مش عارف بيحصل لك 2 بوينت، 2 بوينت دي مش عارف بكام جنيه في الاخر وكده. تمام. برضو الاكواد بتاعتهم. لما يحصل ايرور في الانستراكتور، في شاشات الانستراكتور، اروح لاني ملف الانستراكتور، بدل ما اقعد الف عليه على الكود كله. لو انت مش شغال بالاو بي هتلاقي كل الاكواد سايحه على بعضها. الاو بي منظمه اكتر، كل حاجه وليها ايه؟ ملفها بالاكواد بتاعتها، ملفها بالاكواد بتاعتها. دي الميزه. الميزه الثانيه ان انت لو جاء قال لك اعمل لي سيستم لمركز ثاني، هتاخد الاكواد من هنا كوبي بيست اللي بيسموها الملفات. تقدر تستخدم الملفات دي في كم مكان؟ في كذا مشروع، في كذا مشروع. عشان كده قلت لك 99.9% الشركات شغاله بيه. ليه؟ النهارده الشركات لما بتيجي تعمل سيستم صيدليه، تمام، وعايز تعمل سيستم صيدليه ثانيه، هو نفس تاخد الملف كله، هو نفس الابلكيشن بس مع اختلاف ايه؟ حاجات بسيطه. فبياخد ايه؟ الملفات كلها بدل ما يبنيها من تاني. لو انت شغال بطريقه مش الاو بي، لا كنت هتضطر تكتب ملفات مره ثانيه. خدت بالك؟ ده فكر الاو بي. الاو بي ماشي زي ما قلت لك، مبدا الداتا هايدنج ومبدا الانكابسوليشن. مبدا الانكابسوليشن مبدا التغليف. مبدا التغليف بيقول لك معناه ان كل الداتا متغلفه جوه ساره اللي هي رأيه واسلام اللي هو ده الكونتينر. زي ما حكيت لكم في الاول جاي من كلمه كبسوله. دلوقتي العبره مش في ساره، العبره في رايه واسلام اللي شايل الاكواد. زي ما كنا زمان بنمسك الكبسوله ونفضي البودره اللي فيها.
العبرة في البودرة مش في البلاستيك، صح ولا غلط؟ هو نفس القصة، العبرة مش في صار، العبرة في اللي شايل الأكواد، رأية وإسنان، هو ده فكرة إيه؟ الإنكابسوليشن. طيب، فكر الـ OOP بقى ماشي في كام حاجة؟ أول حاجة في حاجة اسمها كلاسز. كلاسز، إيه الكلاسز دي؟ هي صار، هو ده عبارة عن خلاص، أنا عمال أقول من ساعة ما بدأت عمال أقول ملف ملف ملف، لا بقى تعالى في علم الـ OOP بتسمى كلاس. كلاس، خدت بالك؟ الملف اللي فيه الأكواد ده بيتسمى عندنا إيه؟ يبقى حضرتك لما تيجي تعمل كلاس للعملاء للكاستمر، وكلاس للإنستراكتور، وكلاس للإتش آر، الإتش آر فيه نظام السالري، وفيه نظام البونص اللي هم الموظفين، يبقى أنت كده هتعمل كلاس ده وكلاس ده وكلاس ده بيتسمى كلاس. أنا كنت عمال أقول ملف ملف، لا، العلم الـ OOP بقى ده بيتسمى كلاس. جوه الكلاس بتعمل حاجة اسمها فيلدز. الفيلدز دي عبارة عن المتغيرات التي بتشيل بيانات ومتغيرات على الرام، اللي هي الفيلدز دي عبارة عن مخازن داخل ذاكرة الرام. زي مين؟ زي الفاريبلز، صح غلط؟ ما الفاريبلز كانت عبارة عن متغيرات داخل ذاكرة الرام ومخازن داخل ذاكرة الرام. الفرق بين الفيلدز والفاريبلز هي بس الفرق في طريقة السيمبل كود بيتقال عليها فاريبلز، هنا بيتقال في الكود بيتقال عليها فيلدز، فرق مسمى بس. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، حضرتك هنا بيتقال عليك عميل، لما تروح الجامعه بيتقال عليك طالب، صح ولا غلط؟ اللي هي المخازن، لا، الفيلدز دي عباره عن متغيرات داخل ذاكره الرام. المتغير ده بيشيل ايه؟ بيشيل ايه؟ بيانات، صح ولا غلط؟ هنا رأيه واسلام شايلين ايه؟ اكواد. كويس انك قلتي، فرق شاسع، فرق شايله بروسيسنج كود كامل، تمام؟ فالفيلدز دي عباره عن متغيرات داخل ذاكره الرام بس بيتقال عليها فيلدز في الاو بي. هي الفاريبلز، زي ما كنت لسه بقول لك من شويه، انت هنا بيتقال عليك عميل، لما تروح الجامعه بيتقال عليك طالب، لما تروح الشغل بيتقال عليك موظف، خدت بالك؟ انا هنا بيتقال عليا انستراكتور، لما اروح الجامعه بيتقال عليا ستاف تدريس، المسمى بيختلف، لو رحت مستشفى بيتقال عليا مريض، فما العلم الشخص واحد، المسميات بس. المتغيرات، المخازن التي بتشيل بيانات داخل ذاكره الرام في علم الـ OOP بيتقال عليها فيلدز، تمام؟ طيب في علم السيمبل كود بيتقال عليها فاريبلز، تمام؟ بس هو نفس المعنى واحد. بعد كده عندنا حاجه اسمها بروبرتيز، لا احنا ما بنترجمش ترجمه حرفيه، تمام؟ ايه البروبرتيز ديت؟ قال لك لما انا قلت عندنا كلاس اللي هي كلها عايز تتغير، بقالها 20 سنه هنا بصراحه، عندنا كلاس هنا، الكلاس ده اسمه اتش ار، كلاس اسمه كلام يعني الكلام، كلاس يعني ملف، الكلاس ده فيه كود، الكود ده اسمه سالري بيحسب المرتبات، عشان يحسب المرتبات بيحتاج الهاورز وبيحتاج الريت، فاكرين المثال ده؟ صح؟ اللي هو انت ودبل، ده كده اسمه متغيرات اللي هو فيلدز جوه الكلاس، مش هياخد معاك متغير كده؟ بس قال لك بيزود عليه حاجه ايه ليه؟ تعال نشرح هنا احسن. بص يا باشا، فايل نيو بروجكت تيست او بي، عشان تعمل كلاس كليك يمين نيو جافا كلاس، كليك يمين نيو جافا كلاس، كده انا عملت كلاس، الكود يتكتب هنا جوه الكلاس، شيل بقى كل الكومنتز دي ما بحبهاش بصراحه، تاخد مساحه على الفاضي. عايز تعمل متغير بتقول ان اكس او ان تاورز، صح؟ وساعات كنت بتقول دبل ريت، وساعات كنت بتقول سترينج بس الاس كابيتال، نيم، تمام كده؟ عرفت كم متغير؟ قال لك متغيرات داخل الكلاس، قال لك بتزود كلمه اسمها برايفت. عندي في الاو بي حاجه اسمها اكسس موديفايرز، اكسس موديفايرز، الاكسس موديفاير دي معناها كلمه اكسس معناها انك من حقك تستخدم الحاجه دي،
اسمها اكسس، طريقه الاكسس يعني طريقه التعامل. عندك نوعين، عندك نوعين مشهورين جدا من طريقه التعامل، يا برايفت يا بابليك. طريقتين مشهورين جدا في الاو بي للتعامل، يا بابليك يا ايه؟ يا برايفت. لما تقول على حاجه برايفت يبقى لا يجوز استخدامها خارج الكلاس. الكلاس اسمه ايه؟ لا يجوز استخدام ولا هاورز ولا ريت ولا نيم من خارج الكلاس. لازم كل شغل يبقى داخل ايه؟ الكلاس. لو قلت على حاجه بابليك ينفع كلاس جواه متغيرات وكلاس تاني اسمه زد يستخدم المتغيرات اللي داخل الكلاس. مش مشترك، ما نقدرش ماشي ينفع كان مشترك، ينفع اخد كلاس زد ده عايز يستخدم الهاور والريت يقدر يستخدمه. لما اقول القلم ده بابليك ينفع يشتغل في القاعه دي والقاعه اللي جنبي والقاعه اللي تحت والقاعه اللي فوق في كل قاعات المركز. لما اقول القلم ده برايفت ما يطلعش بره القاعه دي. لما اقول المتغير برايفت ما يطلعش بره الكلاس. لما اقول المتغير بابليك ينفع استخدمه في جميع انحاء البروجكت، في جميع ملفات البروجكت. تمام؟ طيب 95% ولا 98% من تعريفات المتغيرات اللي هي الفيلدز برايفت. احنا معروفين كل الفيلدز ايه؟ برايفت. طب البرايفت ده الكلاس ده اسمه ايه؟ ساره. صح ولا غلط؟ وانت لسه قايل وانت شارح ان لما في الشاشه دي الشاشه، صح ولا غلط، اللي هو بيسموه ايه؟ الفورم. وانت في الشاشه هتستخدم اللي جوه الكلاس، صح؟ طب وانت من شويه بتقول الفيلدز دي عباره عن مخازن داخل ذاكره الرام، والمخازن دي فايدتها ايه؟ وتدينا حاجات. مين اللي بيدخل قيم جوه المخازن؟ اليوزر. جدع. مين اللي بيدخل قيم جوه المخازن؟ اليوزر. واليوزر لما يدخل بيدخل من خلال ايه؟ الفورم. يبقى انت دلوقتي مطلوب منك ان اليوزر يدخل هنا والداتا تروح المتغيرات دي. قال لك مش هينفع. ليه؟ عشان الشاشة عبارة عن ايه؟ ملف. والكلاس اللي اسمه سارة ملف تاني. وانت من شوية بتقول ان الهور والريت والنيم برايفت، يبقى ما ينفعش الشاشة تستخدمها. يبقى ان شاء الله كده الفيلدز ديت المتغيرات دي والمخازن دي اتعملت على ما فيش. ليه؟ عشان المخازن فايدتها تحط جواها حاجة وتشيل منها حاجة، وانت عاملها برايفت. يبقى اليوزر عمره لو اتنطط مش هيعرف يحط فيها ولا يشيل منها، يبقى مخازن اتبنت على الفاضي. صح ولا غلط؟ قال لك لا، ما ده اللي يخلينا نتنقل للخطوه الثانيه اللي هي البروبرتيز. البروبرتيز هي ايه؟ هي الوسيط ما بين الشاشات. اشرح هنا. الوسيط ما بين الشاشات والمتغيرات. انت حضرتك هنا قلت انت اكس. خلي بالك شفت المتغيرات فين؟ بره راقيه. يعني بره الكود ده، جوه الكلاس دايركت. تمام؟ وعرفت هنا دبل واي جوه الكلاس. كده انت عندك كم متغير؟ محتاج المستخدم القيمه اللي تخش هنا تترمي هنا، والقيمه تخش هنا تترمي هنا. قال لك ما ينفعش عشان دول نوعهم ايه؟ برايفت. صح ولا غلط؟ عشان دول نوعهم برايفت. صح؟ قال لك مش هينفع. قال لك طب العمل؟ قال لك بتعمل حاجه وسيطه. الوسيطه دي اسمها بروبرتيز. اسمها كده على بعضها اسمها بروبرتيز، بس هي مش اسمها في البرمجه اسمها بروبرتيز. لا، المسمى بتاع. يعني اسالك سؤال، لما تربط ما بين جهازين بتطلع عليهم ايه؟ الحرف بتطلع عليه ايه؟ اللي هي نتورك. حد بيشوف النتورك؟ لا، بس احنا عارفين ان الحركه دي اسمها نتورك. لما بتربط ما بين موبايلين بلوتوث بالبلوتوث، ما حدش بيشوف البلوتوث، بس هو التكنيك اسمه كده. التكنيك ان انت عشان تاخد داتا من متغير تتعامل معاه وتديله داتا من المسج من الشاشه، ده بيتسمى كلاس، بيتسمى بروبرتيز. البروبرتيز دي فيها حاجتين، يا جيت يا ست. جيت يعني ايه؟ هات. ست حط. لما تحب تاخد حاجه من الاكس قول للجيت وجيت تجيبها لك. لما تحب تدي حاجه لست تدي حاجه لاكس قول للست وست تحطها في الاكس. اما انت مالكش تعامل، انت كفورم كيوزر مالكش تعامل صريح ومباشر مع الفيلدز داخل الكلاس، وعمرك ما هيبقى ليك تعامل عشان الفيلدز داخل الكلاس نوعها ايه؟ برايفت. فهي نوعها برايفت، فكده مالكش تعامل. فراح عملوا ايه؟ عملوا البروبرتيز. يبقى اكيد البروبرتيز برايفت ولا بابليك؟ بابليك. مش لو عملتها برايفت يبقى سويت الدنيا طين تاني. بقى الاثنين برايفت مش عارف اتعامل معاهم. خدت بالك؟ البروبرتيز هي وسيط ما بين الشاشه وما بين مين؟ الفيلدز اللي بداخل مين؟
الكلاس، فهي اللي بتقول انت يا احمد عايز ادي حاجه الاسلام، اقول لك يا احمد انت ضد الاسلام، عايز تجيب حاجه اسلام يديك ويداني، انا كشاشه واسلام كمتغيرات داخل الكلاس، انت البروبرتس. خدت بالك انا ماليش تعامل مع اسلام مباشره، اسلام عشان برايفت، نفس الكلام اكس وواي هنا برايفت. طب واحد لما تعملهم بابليك ما لسه اقول واحد لما تعمل اكس وواي بابليك وما تقرفناش بدل ما تقعد تعمل بروبرتس، قال لك صح بس انت يبقى مش ماشي بمبدا الاوبي، يبقى ما تقولش انك ماشي اوبي. خدت بالك مش هقول لك غلط وهتتعامل معاه وتشتغل زي الفل، بس ما تقولش انك ماشي بالاوبي. خدت بالك هي دي الفكره بس مش اكتر، هو تكنيك مش هتشتغل بيه. طيب ده فكر الايه البروبرتس، تمام كده؟ طيب فكر لما نيجي هنا ايه؟ يعني هنا ربطت ما بين الكلاس والفول. اه. لا دي حاجة تانية اسمها انهرتنس. حاجة تانية؟ اه. عمل يعني بروبرتيز بس بتربط ما بين الكلاس والفول. والشاشة. بالظبط. هنا عندك ايه بقى دلوقتي؟ عملنا كم كلاس الأول؟ اسمه ايه؟ سارة. في كم فيلدز؟ ثلاثة. هاورز وريت وايه؟ ونيم. الفيلدز ده عبارة عن ايه؟ متغيرات، مخازن داخل ذاكرة الرام، ومعنى مخزن يعني بحط جواه واشيل منه، صح ولا غلط؟ الهاورز دي بحط جواه واشيل ايه؟ يبقى محتاج جيت ومين؟ والريد دي بتعمل فيه ايه؟ بحط فيه واشيل منه، يبقى محتاج جيت وايه؟ والنيم واشيل منه، اه طبعا كل المتغيرات كده، يبقى برضه محتاج جيت وايه؟ يبقى محتاج كام جيت وست؟ ستة، ثلاثة وثلاثة، ثلاثة جيت وثلاثة ست، صح ولا غلط؟ قال لك تعمل جيت وست ازاي؟ بابليك. تمام؟ هعمل أول حاجة للهاورز. قال لك هتعمل جيت. جيت يعني ايه؟ هات منين؟ من الهاورز. الهاورز نوع ايه؟ انت. يبقى غصب عني البروبرتيز يبقى نوعها انت. هسميها جيت اتش. تمام كده؟ يبقى لما تحب تجيب حاجة من الهاورز تقول لمين؟ اي اسم يعجبك. لما تحب تجيب حاجه من الهاورز اقول لمين؟ لجيت اكس، لجيت اتش، صح ولا غلط؟ جيت اتش هتجيب ايه؟ هتجيب الهاورز، هتجيبه وتعرضه لليوزر. وسيله العرض بتكتب له ايه؟ وسائل العرض او تكست بوكس او سيستم دوت اوت برنت. قال لك في الكلاس، في بلاش نقول كلاس، في علم الاو بي تمام؟ في حاجه اسمها، في حاجتين، حاجة اسمها سورس كود فيو، وحاجة اسمها كلاينت كود. الكلاس ما بداخله بيتقال عليه سورس كود، استخدام الكلاس في الشاشة بيتقال عليه كورس كلاينت كود. تاني، الكلاس ما بداخله بيتقال عليه سورس كود. لما قلنا سارة دوت رأي عملت ايه؟ استخدمت ما بداخل الكلاس، استخدمت الكلاس، معنى ده بيتسمى كلاينت كود. حضرتك وانت في السورس كود يعني في الكلاس لا يجوز استخدام اي وسيله ادخال ولا اخراج. طب ليه؟ انا قلت لك من شويه الكلاسات دي بعد ما تعملها مش ممكن تستخدمها في بروجكت ثاني، صح ولا غلط؟ طب بذمتك انت هنا لما عملت في المركز هنا عملت وسيله الادخال جي اوبشن مان، هل بالضروره لما تعملها في مركز ثاني يطلب منك جي اوبشن مان؟ لا، ممكن لك جي اوبشن مان مش عاجبني، يبقى وسيله الادخال والاخراج بتتغير. وانا قلت لك من شويه انت حد سال قال لي باخد نفس الكود كلاس كوبي بيست واشتغل فيه في البروجكت الثاني، ما بغيرش حاجه. قال لك عشان كده انا ما بثبتش وسيله الادخال وسيله الاخراج. هنا جيت اتش بتعمل ايه؟ هتعرض مين؟ بتجيب مين؟ بتجيب داتا منين؟ من الهاورز، صح ولا غلط؟ من الفيلد بتاع الهاور. ما بقولش بقى ولا جي اوبشن، بقول ريتيرن هاورز. يعني ايه ريتيرن؟ رجعيه للهاورز. هترجعها لمين؟ انت في الكلاس اللي اسمه ايه؟ يبقى ريتيرن هاور ترجعها للشاشه، الشاشه بقى تستقبلها، تعرضها في تكست ماشي، تعرضها في جي اوبشن ماشي، تعرضها في سيستم دوت اوت برنت ماشي، تولع فيها ماليش دعوه، انا رجعتها لك. يبقى انا في الكلاس ما عنديش اي وسيله عرض ولا وسيله ايه؟ ادخال. وسيله العرض عندي اسمها ايه؟ ريتيرن. ريتيرن يعني ايه؟ رجع لي القيمة. لما ترجعها لي من الكلاس ليا انا استخدمها بقى بمعرفتي، يبقى انا ما ثبتش. وانا قلت لك من شوية لما اخد نفس الكلاسز قلت باخد الكلاسز ما باخدش الشاشات،
باخد نفس الكروس اللي عملتها هنا باخدها اعملها في مركز تاني بالظبط هي هي خدت بالك بس ما بثبتش وسيله الادخال لو ثبتت وسيله الادخال يبقى انت برضه هتقعد تغير في الكود وهي ميزه الاو بي تقول لك ايه انت خد الكود از اتز زي ما هو مش محتاج تقعد تغير فيه فبتريح المبرمج عشان قلت لك نسبه كبيره جدا شغالين بيها عشان كده تلاقي الشركات تقول لك ايه انا اعمل بروجكت للصيدليه تمام والبروجكتات التانية بعد كده لاي صيدليه تانية سهله خلاص باخد نفس الاكواد واحطها بس ما بياخدش نفس الشاشات ياخد نفس الكلاسز خدت بالك فالكلاسز دي بتبقى ايه ما ينفعش اثبت فيها وسيله الادخال وسيله ايه الاخراج طيب دي كده عملنا جبنا هياخد منين من المخازن حلو بتدخلها فين حلو انت مالكيش تعامل مع الهورس ماشي فبعمل ايه ست طالما بتحط فيها ولما تحب تجيب من المخزن قول الجت وجت تجيب لك من المخزن تمام طيب انت كنت الاول يا رايه كنت بتقولي كده اي ان تي اكس اكس يساوي خليها سترينج ولما نقعد نعمل تحويل وتروحي قايله جي اوبشن بان دوت شو انبوت دايالوج صح ولا غلط انتر فاليو كده انت ليك تعامل مباشر صريح مع مين مع المتغير صح ولا غلط الو اكس وبعد كده كنت بتقول ايه جي اوبشن بان دوت شو ايه مسج وتروح قايل هنا اكس صح يبقى انت عرفت المتغير ودخلت جوه قيمه وجبت منه قيمه بشكل مباشر اهو قلت اكس بعد كده قلت اكس يساوي الانبوت بعد كده قلت مسج الاكس يبقى انت اتعاملت مع المتغيرات بشكل ايه بشكل مباشر هنا في الاو بي لا يقول لك انت عرفت المتغيرات وعايز تستخدم الهاورز عشان تحط جوه تجيب منه قيمه تقول لمين طب عايز اجيب منه قيمه احط جوه قيمه يبقى ست قال لك بابليك ست يعني ايه حط صح غلط حط دي بترجع حاجه لا وانا بقول لك حط القلم ده في القاعه هترجع لي حاجه عدم الارجاع ده بيتسمى void بتسمى ايه void وما تترجمش void بالانجليزي يعني منع لا منع void يعني فراغ الله عبر على القاموس او translation كده وهتلاقي تأكد المهم فويد عندنا هنا معناها ما بترجعش حاجه فويد عندنا ما بترجعش حاجه خدت بالك يعني ما بترجعش انا لما بحط قيمه مش مستني حاجه ترجع لما بقول هات لا هترجع عشان كده هنا فوق قلت ريتيرن هنا فويد ولما ترجع قيمه لازم القيمه اللي هترجع تكون من نفس نوع الايه المتغير هنا انا مش مستني ارجع بحط قال لي سميها سيت اتش القيمه اللي هتحطها حد عارفها ثابته ولا متغيره متغيره صح ولا غلط كنا بندخل عن طريق ايه جي اوبشن باند دوت انبوت دايلوج ما احنا قلنا ما ينفعش يا وسيله ادخال وسيله اخراج وسيله الاخراج كنت قلت ايه ريتيرن برافو عليك وسيله الادخال بيتقال عليها بارامتر بيتقال عليها بارامتر عندنا بارامتر يعني معامل طيب سيت اتش يعني بتقول حط جوه مين القيمه اللي هتحطها اكيد نوع ايه فهتروح معرف متغير انت وتسميه اتش 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 دي القيمه اللي هيدخلها مين اليوزر ما هي متغيره المفروض القيمه اللي دخلت جوه الاتش اتش تتحط فين اروح اي الهاورز خد الاتش اتش ما جبت سيره اي ادخال ولا اخراج كلها متغيرات يبقى هنا لما تحب تدخل قيمه جوه الهاورز تقول لمين وست اتش وانت بتدخلها تدي القيمه القيمه تاخدها منك تديها لمين عملنا كده للهاورز عايزين نعمل لمين ازاي بابليك دبل اشمعنى دبل تمام جيت ار في القوسين بعد كده ايوه ريت بعد كده عايز احط جواه public void set r اقول ايه
اه دبل، برافو عليكي. ار اي مثلا، اه ريت ايكوال ار اي. الاخيره اه النيم، اعمل لها جيت واي بابليك سترينج جيت ان. ريتيرن ايه؟ نيم. بعد كده يا احمد فويد عشان ما بنرجعش حاجه. ان هدخل قيمه جوه النيم، النيم نوعه ايه؟ يبقى القيمه اللي هتدخل اروح قايل سترينج واسميه نيم كده. القيمه اللي هيدخلها المستخدم هيدخلها فين؟ وانت عايز تحطها فين؟ الاثنين زي بعض نفس الاسم، ازاي افرق بين اللي فوق واللي تحت؟ ده اللي هيتحط فيه وده اللي هياخده من اليوزر. لما تحب تستخدم اللي فوق تقول this dot name، لما تحب تستخدم القيمه اللي هياخدها المستخدم تقول ايه بس؟ نيم بس. هتقدر ما تعملها، ما تعملها اسم تاني وتريحني عشان تفهمها. لما تحب تستخدم اللي فوق اللي هو المخزن الاساسي اللي هيتحط فيه تكتب ايه؟ دوت نيم. لما تحب تستخدم دي بس تكتبها باسمها. كده عملنا كام جيت وست؟ ست. عشان عندي كام متغير وجيت معاها كلمه يعني ايه؟ رجع. والست معاها يعني ما بترجعش حاجه، بس لازم الحاجه اللي هتاخدها لازم تكون من نفس نوع الايه؟ المتغير. تمام؟ طيب اي بمعنى يعني اعمل ست مثلا اتش اتش و ان. لا دي حاجه ثانيه بقى، ده بيتسمى ميسو، ناخدها كمان شويه. امسح كله ده، عملت كام متغير؟ عايز كل واحد جيت وست. كليك يمين انسيرت كود جيتر اند سيتر، علم على الثلاثه. كليك يمين انسيرت كود، ما خدش حاجه، انا مسحتهم. جيتر اند سيتر، علم على التلاته. جنريت، هو عملها لوحده. تيجي هنا بقى فويد يعني ايه؟ حلو. يعني ايه زيس؟ ليه عمل زيس هنا؟ بنفس الاسم اللي دخل هو نفس الاسم. ليه ريتيرن؟ انت فهمت الاساس الاول، بعد كده اعملها دايركت على طول. اكتب بس اعرف ثلاث متغيرات وكليك يمين انسرت كود جنريت جيتر اند سيتر وخلصت. بس انت خلاص فهمتها، عشان كده انا كتبتها بس في الاول عشان افهمها لك الاول، يبقى فاهم اصلها جت منين. لا لا انا بس عشان بشرح بس. دلوقتي لما خلصت شرح ولما عملتها اوتوماتيك فهمتيها. اه انت فهمتيها حتى، خدت بالك؟ اه فهمت يعني زيس، فهمت يعني ست، خدت بالك؟ اهو كليك يمين بعد ما تعرف المتغيرات وما تضافيش هنا كليك يمين. لا هنا عشان وقفت هنا، بص ما فيش حاجه ظهرت هنا في القوس. كليك يمين انسرت كود جيتر اند ايه؟ علمي على الثلاثة. رابع حاجة الميثود. تمام؟ الميثود دي بيتقال عليها ميثود يا فانكشن. في ناس بتسميها بروسيجر. ثلاثة نفس المعنى. تمام؟ طيب عندك ثلاث حاجات. تيجي هنا. سارة دي؟ مستحيل. عملت كلاس برايفت يبقى عامله ليه؟ يبقى كل حاجة جواه هو أساسا برايفت، مش ينفع حد يستخدمه خالص. يبقى ملوش لازمة. فاهمني؟ لا لا في الكلاس. اما في ما بداخل الكلاس براحتك حسب ما انت تقول. وفي بروتكتد يبقى ناخدها قدام شويه. طيب الميثود ساره جواها مين ومين؟ رايه ومين؟ رايه واسلام ده بيتقال عليهم ميثود اللي هو بلوك الكود ده. رايه واسلام بيتقال عليهم ميثود اللي هو بلوك الكود. طب عشان اعمل ميثود محتاج اربع حاجات. واحد بابليك ولا برايفت؟
الميثود دي هتستخدم بره الكلاس ولا لا؟ اهو يبقى اكيد ايه؟ بابليك اهو. اذا جاما انا قلت تحت الزرار قلت سردت ايه؟ يعني استخدمت رايك صح ولا غلط؟ يبقى بابليك بنسبه كبيره جدا. لازم بعد كده نوع الميثود ايه؟ امتى تبقى برايفت؟ لو انت بتعمل كود يحسب متوسط، عايز تعمل كود يحسب متوسط، يبقى انت كل همك ايه؟ متوسط صح ولا غلط؟ هتعمل كلاس اسمه سناب، عايز تعمل كود يحسب المتوسط افريج. المتوسط ده لازم تجيب ايه؟ المجموع على مين؟ على عدد. يبقى لازم تجيب الاول المجموع، يبقى تعمل كود اسمه صم عشان تستخدم صم هنا على الكاونت صح ولا غلط؟ طيب هل هو قال لك انا عايز الصم ولا انا عايز المتوسط؟ بس عشان تجيب متوسط محتاج مين؟ يبقى الصم دي برايفت، الميثود دي برايفت، ودي بابليك حاجه زي كده. بس الحاجه اللي انت عايزها اصليه عشان ترجع الافريج خلاص يبقى بابليك. اما الميثود اللي هنا عشان استخدم الافريج محتاج، بس هو مش عايز السمشن وعايز المتوسط، خلاص اعمل السمشن برايفت يبقى تستخدم بس. اما الافريج عشان اقدر استخدمه تمام. الحاجه اللي هي جوه الكلاس وتستخدم بس جوه الكلاس خلاص يبقى برايفت. او الحاجه هتبقى شير يبقى خلاص تمام. طيب نوع الميثود، نوع الميثود دي حسب الحاجه اللي راجعه. لو قلت مش قلنا الميثود ده يعني في كود، لو قلت لك اعمل لي ميثود يطلع ويحسب تقدير الطالب يبقى اللي هيطلع ايه؟ التقدير ده حروف ولا ارقام؟ يبقى حروف، يبقى الميثود نوع سترنج تمام. يبقى الميثود في الحاله دي نوع سترنج تقدير امتياز جيد جدا تمام. لو اعمل ميثود يطلع اجمالي مرتبات المدرسين يبقى الحاجه اللي هترجع ايه؟ دبل صح ولا غلط؟ اجمالي مرتبات دبل، يبقى في الحاله دي نوع الميثود دبل. الافرج هنا دبل، يبقى نوع الميثود حسب الحاجه اللي راجعه. يعني حسب الحاجه اللي راجعه من الاخر الكود ده هيطلع ايه؟ هيطلع كذا كذا، ده نوعه ايه؟ كذا. يبقى الميثود نوعه كذا. خدت بالك؟ تمام؟ طيب بعد كده اسمها. اسمها يعني ايه؟ اي اسم يعجبك، المهم تلتزم بقاعده التسميه. اي اسم يعجبك، المهم تلتزم. بس طبعا يفضل اسماء تدل على الحاجه اللي بتعملها. سالري، شو جريد، شو افريج كده. انت لو سميتها اي اسم، محمد، احمد، ساره، لا ما حدش يقول لك حاجه. محدش يقول لك حاجه وهتطلع صح. بس عشان ليك عشانك انت لما تيجي ايه؟ تراجع. تمام؟ بعد كده عندنا بارامترز. طيب التلاته دول اوبشنال، سوري التلاته دول اجباري، ده اوبشنال اختياري. يعني ممكن ميثود من غير بارامتر وممكن ميثود من غير بارامتر. ايه البارامتر ده بقى؟ البارامتر ده يستخدم في حاله لما يكون حاجه في الميثود متغيره او مجهوله. ميثود يا متغيرة يا مجهولة. يعني اعمل كود يرجع نتيجة الطالب. هتروح عامل كود جوه كلاس، الكلاس مثلا اسمه ستودنت، وجوه كود بيطلع النتيجة. عمال يطلع نتيجة. عشان اطلع نتيجة الطالب محتاج منه رقم الجلوس صح غلط؟ رقم الجلوس. يبقى انت انا لو عندي خمس طلبة كده صار عايزة نتيجتها، هضطر اعمل لها كود واكتب رقم جلوس جوه الكود. احمد عايز نتيجته، اضطر اعمل كلاس تاني كود تاني واسميه ريزلت 2 واروح كاتب نتيجته. نفس الكود ده اهو مع اختلاف. واسلام عايز نتيجته، اروح عامل كود تاني واسميه ريزلت 3 ونفس الكود ده هو بس مع اختلاف رقم الجلوس. بالظبط عايز اطلع ما هو رقم الجلوس، بس رقم الجلوس ثابت ولا متغير؟ متغير بالنسبه للطلب. لا بالنسبه للطلبه الطلب متغير. يبقى ان شاء الله كده محتاج لكل طالب بلوك ايه؟ بلوك كود لوحده. مع العلم لو بصيت لبلوك الكود بتاع محمد غير اسلام هو هو بالظبط مع اختلاف رقم الجلوس. قال لك طب وليه؟ طب ما تعمل ميثود واحده بلوك واحد واعمل لها متغير، قول لما استخدم الميثود دي اطلب من رقم ايه؟ الجلوس. يبقى هو ده البارامتر، الحاجه المتغيره اللي هعمل اللي هيقوم على اساسها الكود. خدت بالك؟ لو حد جه لك عايز نتيجته وسابك ومشي وما قالكش رقم الجلوس هتطلع له نتيجه؟ يبقى دي حاجه مجهوله. طب لو قال لك رقم 602 هل دايما 602؟ يبقى دي حاجه متغيره، هو ده البارامتر. عارف لو ما كانش فيه بارامتر في
تمام، كنت محتاج لو بتعمل بتطلع نتيجه الثانويه العامه، مش كلنا لما نيجي نطلع نتيجه الثانويه بنخش على نفس الصفحه، نفس الصفحه هي هي. قال لك لو كان مفيش بارامتر يبقى ان شاء الله كل واحد يبقى ليه صفحه لوحده وكل واحد يبقى ليه كود لوحده. يبقى لو عندي 5 مليون طالب في الثانويه العامه محتاج 5 مليون كود. فالعلم لو بصيت على الكود هو هو نعتبر رقم الكود. قال لك طب تعمل رقم الكود كم مره؟ وخلي في الكود ده حاجه متغيره، وهي دي اللي بيسال عليها بارامتر عندنا في ايام اليوم. تمام؟ لما تروح تطلع في المخالفات في العربيه في المرور بيقول لك هات ايه؟ رقم الرخصة أو رقم السيارة، صح يا غلط؟ وأنا لما بروح بيقول لي هات رقم السيارة، وأنت بتروح رقم السيارة، وأنت بتروح رقم السيارة، الكود هو هو مع اختلاف رقم السيارة، الموظف اللي قاعد هي هي نفس الشاشة مع اختلاف رقم السيارة. قال لك لو ما كانش في بارامتر، دي بيتقال عليها بارامتر بقى، قلنا هيحصل إيه؟ كان هيكون كل مواطن عنده عربية هيبقى ليه بارامتر، هيبقى ليه كود. فطبعا مملة جدا لما بتروح تطلع السجل المدني عشان تطلع شهادة بطالة، شهادة ميلاد، محتاج منك إيه؟ اسمك، تاريخ ميلادك، واسم الحاجة، صح ولا غلط؟ الثلاث حاجات دول، صح ولا غلط؟ وانت لما بتروح نفس الكلام، اسمك واسم الوالدة وتاريخ ميلادك، وانا لما بروح اسمي واسم والدتي وتاريخ ميلادي، هي هي. قال لك لو ده كده عندي كام حاجة متغير؟ ثلاثة، يبقى هعمل كود واحد بس بيحتوي على كام متغير؟ الثلاث متغيرات لما بيتحطوا جوا ميثود بيتقال عليهم بارامترز، بس هم متغيرات، ومتغير بيتبني ازاي؟ نوع المتغير واسمه، هي هي، بس بيتقال عليها بارامترز. في حاجات ما لهاش بارامتر، لو جيت قلت لك طلع الاول على الدفعه، في حاجه مجهوله، في حاجه متغيره، لا، الاول على الدفعه هو صاحب اعلى قيمه، ولما تيجي تطلع الاول على الدفعه عندكم صاحب اعلى درجه، ولما اجي اطلع الاول على الدفعه عندنا صاحب اعلى درجه، مفيش حاجه ثابته ولا حاجه بتتغير. يبقى ده ميثود بس من غير بارامتر، ميثود من غير بارامتر، خدت بالك؟ في حاجات ليها بارامتر، في حاجات ما لهاش، تمام؟ طب لو جيت قلت لك هات لي عدد الطلبه اللي في كورس الاندرويد، ايه اللي هيرجع في الاخر؟ عدد الطلبة في الأرقام، يبقى نوعها انت، الطيب بتاعها اسمها شو كاونت. هل ليها بارامتر؟ هات لي عدد الطلبة في كورس اندرويد، ايه؟ نوع الكورس. نوع الكورس، مش دايما هيسعى على كورس اندرويد. المرة الجاية ممكن يسعى على كورس الجافا، المرة بعدها ممكن يكون كورس البروجرامينج، المرة بعدها ممكن يسعى على كورس السي شارب، فإن شاء الله كل كورس يسعى يعمل له كود لوحده. طب ما أعمل نفس الكود بس مع اختلاف اسم الكورس، هو ده بيتقال عليه بارامتر. لو ما كانش فيه بارامتر في حياتنا كنت هتكرر كميه اكواد مع اختلاف الفاليو، عشان كده في حاجه اسمها بارامتر بيتقال عليها عندنا. طيب بتتعمل ازاي؟ بص يا سيدي اهو، بابليك نوع الميثود انت مثلا، تمام، سميها شو اي حاجه، ايه ريزلت، محتاجه رقم الجلوس INT كام؟ سيت نمبر. يبقى مين اللي هيشيل رقم الجلوس؟ يبقى انا هاخد السيت نمبر واشتغل عليه. هنا في ايرور، بص لو وقفت هنا بيقول لك ايه؟ ميسنج ريتيرن ستيتمنت. الكود اي ميثود ليها نوع لازم يكون لها ترجع ايه؟ لازم لها ريتيرن، هي نوع ايه؟ يبقى هترجع رقم. طبعا مش هينفع ترجع 445 454، لا، وعشان تطلع نتيجه بيعمل ايه؟ بيجمع درجاته وبعد كده يقسم على العدد وبعد كده يقسم النسبه، الكود بتاعنا بس هو طلع رقم. لو حاجه فويد مش بالضروره ليها ريتيرن، ما ينفعش ليها ريتيرن، تمام؟ يبقى ده فكر مين؟ الميثود. عندنا بعد كده يعني لما اجي بقى نادي على السمين ده اللي هو الشويزر ايه؟ ماشي حاضر. لما تيجي تنادي على الشو ريزلت، الشو ريزلت جوه مين؟ ساره الاول وبعد كده تنادي على الشو ريزلت بالظبط، وهنتعرف يعني ازاي دلوقتي. هنا بقى نرجع الانهيرتنس، او قبل الانهيرتنس الاوفرلودنج. الاوفرلودنج دي بقى بص يا سيدي، اوفرلود عندك هنا ميثود اسمها ايه؟ عملت واحدة تانية اسمها ايه؟ بس محتاجة رقم الجلوس ورقم اللجنة. اشتغلت عادي؟ اشتغلت عادي؟ اه. ينفع اتنين ميثود نفس الاسم بس مع اختلاف كام بارامتر؟ مع اختلاف البارامتر. ليه هنا محتاجة كام بارامتر؟ هنا دي بيتقال عليها اوفرلود.
لما يكون ميثود نفس الايه الاسم بس باختلاف حاجه تانية. ايه والله لو بيطلع لك انت معاكي رقم الجلوس بتستخدمي الاول، معاكي رقم الجلوس ورقم اللجنه بس استخدمي الثاني حسب بيطلع لك الاثنين. تمام ليه يا رأي انت ناسي لما عملنا كده؟ ايوه برافو عليك. فاكره يا رأي لما عملنا كده شو مسج ساعتها؟ حتى انت قلت لي ايه الفرق ما بين الثلاثه وشرحناها فاكره. وحاجه تانية لما عملت كده يا عم احمد كام فاليو اوف؟ بس اول واحده محتاجه ايه؟ اوبجكت. عارف اوبجكت يعني ايه؟ اي نوع سترنج دبل حروف ارقام ايا كان. تاني واحده تالت واحده رابع واحده وكلهم بيرجعوا ايه؟ بس الاختلاف في البرامج. خدت بالك؟ هو دي اسمها اوفرلودنج الحركه دي. طيب بص هنا ايه؟ لا والله في ناس بتحتاج. بص بقى لما يكون نفس النوع قصدي اختلاف النوع يقول لك لا. اللي بص الحاجه بترجعها مختلفه. لا قال لك لا مكرره. الاختلاف لازم يكون فين؟ في البارامتر. طب بص بقى هنا كام بارامتر؟ وهنا كام بارامتر؟ قبلها ولا ما قبلهاش؟ هنا كام بارامتر؟ وهنا بس ده انت وانت وده انت ومين؟ ينفع برضه. دي بيسموها يبقى مش بالضروره في عدد مين؟ لا ده ممكن نوع الفاريبل، نوع البارامتر، بلاش نقول فاريبل، بقى نقول بارامتر. الفاريبل هنا ده يتقال عليه فيلدز. لما اعرفه في الشاشه دايركت يتقال عليه فاريبل. لما اعرفه مع الميثود يتقال عليه بارامتر. المسميات البرمجه دي بس خد بالك منها عشان في الانترفيوهات بالذات الانترفيوهات تحس ان هم بيركزوا على المسميات، تحس انك فاهم معنى ولا لا، مع ان ممكن يكون واحد بيكتب الكود بس ما يعرفش ده اسمه بارامتر، ممكن واحد بيعمل كده بس ما يعرفش الحركه دي اسمها اوفرلود. معلش ممكن الحته بتاعت التفريغ انت اول واحده دي ليه اسمها ايه؟ الميثود دي اسمها ايه؟ بطنطا. والثانيه والثالثة بس الأولى فيها كام بارامتر؟ واحد. والثانية دي الحركة اسمها اوفرلودنج. والثانية فيها كام واحد؟ بس واحد ده أنت وده أنت، أما ده أنت وده إيه؟ سترنج. الحركة دي تسمى اوفرلود. لما تحب اثنين ثلاثة ميثود نفس الاسم بس لازم يختلفوا في عدد البارامتر أو نوع البارامتر. ماشي أنا الحتة بتاعت اوفرلود دي أنا فاهمها بس أنا بتكلم في الحتة بتاعت تسمية اختلاف أسامي الاسم انا ما قلتش اسم الفاريبل انا بقول نوع المتغير. هنا انت محتاج حاجه نوعها ايه؟ كام واحده؟ هنا محتاج كام حاجه؟ اتنين. هنا محتاج كام حاجه؟ اتنين بس ده انت وده انت، اما ده انت وسترنج. انا قلت دي بارامتر المتغير مع الميثود بيتقال عليه بارامتر المسمى بتاعه. المتغير مع الاو بي بيتقال عليه فيلدز. المتغير العادي بيتقال عليه فاريبلز. طب لو عرفت انت جاي جوه الميثود بيتقال عليه فاريبلز عادي بس مش بارامتر يعني انت عرفت تقصد عرفت كده فاريبل ده عادي تمام. طيب عندنا حاجة تانية وأنا لو غيرت اسم الميثود بدل بابليك خليتها برايفت برضك مش هتبقى اوفر لود صح؟ لا هتبقى اوفر لود. لا هتبقى اوفر لود مثلا غيرت نفس الاسم ونفس البارامتر بس البيك الاكسس موديفاير غيرته اللي هي بابليك برايفت لا هتبقى اوفر لود برضه بس هي الفكرة ان هي بس بالظبط ان هي مش ايه؟ ما ينفعش حد يعكس عليها من بره اهي تقصد الاثنين؟ هنا لا لا انت تقصد تغيير فوق لا اللعبه كلها في مين؟ في البارامترز. في البارامترز يا عددهم يا انواعهم. ماشي
تمام. طيب عندي حاجه في لو بي برضو لازم تتشرح، اسمها انهيرتنس. ايه الانهيرتنس ده بقى؟ التوريث. انا عندي كلاس اسمه ايه؟ رحت عملت كده اهو نيو جافا كلاس تاني رأي، يبقى عندي كام كلاس؟ اتنين. رأي بقى عايزه تاخد حاجات من عند ساره، عايزه مثلا الميثود تطلع نتيجه. خلاص يا عم خدها كوبي وحطها عند رأي، محدش يقول لك حاجه، خلص نفسك. قال لك بس مبادئ الاو بي تقول لك عدم تكرار كود، انت كده خالفتها، انت كده خالفت. ما ماشي صح وما طلعش ايرور ومحدش قال لك حاجه، بس انت كده خالفت مبادئ الاو بي. مبادئ بتقول لك انا عم معموله اساسا عشان ما اكررش ايه؟ اكواد. انت كده كررت كام كود؟ هناك وهنا. قال لك طب اعمل ايه؟ طب ما انا كنت عايز استخدم اللي عند رأي عند ساره. قال لك يا عم روح قول لل، خلي رأيه تستأذن ساره عن طريق حاجه اسمها اكستنس ساره. معنى اكستند الساره يعني بتورث كل ما بداخل ساره. معنى اكستند ايه؟ اللي بابليك بس، اللي بابليك بس. تمام. لو قلت بابليك هنا فويد اكس اكس كده انا عملت ميثود اسمها ايه؟ بترجع حاجه؟ لا. بص لو قلت كده شو ريزلت ظاهره، شو ريزلت ظاهره، انت في كلاس مين؟ مع العلم شو ريزلت عند مين؟ عند ساره. قال لك عادي جدا استخدمها عشان رأي استأذنت ساره في استخدامها عن طريق كلمه اكستندز. لو قلت جيت زهره، زهره مش زهره، طب هل الهاورز زهره؟ لا. ليه؟ عشان هم برايفت، عند ساره برايفت، فساره قايله محدش يستخدمهم غيري، محدش يستخدمهم بره كلاس ساره. انت واخد بالك؟ هي دي فكره مين؟ الايه؟ هينفع اي حد يستخدمها. ده فكره عدم التكرار، ده فكره عدم التكرار. طيب ده كده الاو بي، الاو بي تقول لك اساسيات. هي اول حاجه اعمل ايه؟ كلاس. الكلاس ده عباره، اول لما تلاقي حد شغال كلاس تعرف انه شغال او بي على طول. الكلاس ده بيحتوي على بعض الاكواد، تمام؟ والاكواد دايما تكون مثلا انت عندك اداره شؤون عاملين، تعمل الاكواد بتاع شؤون عاملين، عندك اداره شؤون الطلب، عندك اكواد شؤون الطلب، يبقى كلهم ايه؟ مع بعض. كل كلاس بقصته كلها، تمام؟ بعد كده الكلاس ده جواه ايه؟ كل ده بقى داخل مين؟ كل ده داخل الكلاس، خدت بالك؟ كل ده داخل الكلاس. اكستنس اكستنس، كلمة اكستنس دي معناها انك بتورث من مين؟ من كلاس تاني. طيب لو انت عندك كلاس ادي كلاس اسمه الفاينانشال او الفاينانس، الماليات. كلاس الماليات ده المفروض بيجيب الداخل والخارج للمدرسة، صح غلط؟ الداخل عندنا بيدخل من مين؟ من الكاستمر، والخارج بيخرج لمين ومين؟ استراكتور ومين؟ شلون عاملين؟ احنا بنقبض فده بالنسبة لهم خارج، والموظفين انتوا شايفينهم تحت بيقبضوا فبالنسبة لهم خارج، انتوا بتدفعوا فبالنسبه لهم داخل، صح ولا غلط؟ قال لك الحسابات بقى بتلم الليله دي. قال لك المفروض الحسابات تاخد الريسرفيشن والكورس، وتاخد مين؟ السالري والبوينت، وتاخد السالري بتاع الاتش ار والبونص. شوف كام كود؟ 1 2 3 4 5 6، تاخد السته دول تحطهم هنا، يبقى انت قررت. يبقى عايز اخلي الفاينانس يورث من مين؟ من التلاتة. قال لك ما ينفعش يورث من التلاتة. يورث من كام واحد؟ واحد. طب نعمل ايه؟ واحد. اخلي الاستراكتور تورث من مين؟ والكاستمر يورث من مين؟ وانت تورث من مين؟ يبقى انت اكنك ورثت من التلاتة، خدت بالك؟ بس هتعمل ازاي بقى جوه الفاينانشال؟ عادي، ما خلاص بقى اهو. بص لو انا عملت كده اسلام، بص اسلام ده جواه كود هنا اسمه شو سالري،
ماشي، انا عايز سارة او رأية تستخدم اللي عندي اسلام. هي دلوقتي رأية اهي تقدر تستخدم ايه اللي عند سارة، عايزة تستخدم اللي عندي اسلام هي كمان. قال لك مش هينفع، لو جيت قلت اكستند تاني بص مفيش، تمام؟ تروح رايح لاسلام لسارة، لا يا استاذة سارة اورثي من مين؟ من اسلام. اسلام عنده كود اسمه ايه؟ تعال عند رأية كده زهرة، مع العلم رأية ما بتورث من اسلام، رأية بتورث من مين؟ بس سارة بتورث من مين؟ يبقى رأية من حقها تستخدم ما بداخل سارة وما بداخل اسلام. اهو واستخدمها عادي جدا، وقول الكود بتاع رقم الجلوس، وقول الاسم بتاع اللجنة. اي اسم؟ لا ده دي لما اجي استخدم بقى، لما استخدم الكود جوه الفورمة. كل ده انا عمال احني السورس كود ولا الكلاينت كود؟ السورس كود. لما اجي بقى استخدم كل الليله دي في هناك، يبقى في الحاله دي اقول كلاينت كود. لسه بقى انا ما استخدمتش ولا كلاس من دول، تمام؟ عايزين ناخد مثال بقى عشان نعرف نستخدم. بص يا سيدي، صمم ابلكيشن عادي جدا، مثال ايه بسيط في الاول. اللون المعرفة ممكن اعمل كلاس جوه كلاس؟ ايه؟ ممكن اعمل كلاس اهو. استنى ثانية واحدة كده، انت كلاس جوه كلاس. ايوه معناها ايه بقى؟ عادي كلاس جوه كلاس، كلاس شايل داتا. انت عملت رأية جواها كلاس اسمه ايه؟ ايمن. بس امتى بقى في حالة الكلاس ده برايفت؟ لما اقول لك يعني انت رايه دي مثلا اتش ار، الاتش ار في جزء كده للمنتدبين. يعني مثلا عندنا في الجامعه عندنا نظام ستاف الدكاتره، فهيعمل كلاس اسمه ستاف دكاتره البروفيسورز، تمام؟ عندنا بقى البروفيسور دول متقسمين نوعين، نوع ايه؟ معينين ونوع منتدب بيجي لنا من بره بالساعه وبيمشي، تمام؟ يبقى احنا عندنا قال لك خلاص الكلاس ده على ستاف الدكاتره، اعمل جواه كلاس اسمه كلاس المنتدبين اللي هو باي ريت او باي هاوس بالساعه. يبقى اصبح الكلاس الصغير ده مستخدم جوه الكلاس الكبير، مستخدم. يعني انت ممكن تيجي هنا ايمن، ايمن اهو، ايمن ده عند مين؟ عند رايه. لما تيجي عند ساره هنا مش رايه دوت ايمن، هي رايه كانت بتورث من حد بس هنا ثواني. ده كلاس بس لازم يتم التعامل معاه بطريقه ثانيه خالص. انا عايز ابقى لو انا كتبت ميثود جوه الكلاس بتاع ايمن لازم تعمله كده. حتى هنا بيقول ايه؟ كده انت عرفت متغير اسمه ايه؟ اتش من نوع. على فكره لما رايه، لما ساره ينفع تستخدم رايه عشان رايه بتورث من مين؟ فالعمليه العكسيه تمت. يعني انا لما سمحت لك تورث مني يبقى انا كمان مش من حق اورث منك، خدت بالك؟ عشان كده العمليه العكسيه تمت. فهنا من حق ساره تورث ما بداخل رايه، بس طبعا الرايه اللي جوه رايه كلاس، فالكلاس عشان تورث منه ما ينفعش استخدم الميثود دايركت، لازم اعرف اوبجكت من نفس نوع الكلاس. استنى لما ناخد مثال عليه وانا عارف. لا استنى، عشان في اختلاف انك تستخدم كلاس وفي اختلاف انك تستخدم ميثود بداخل الكلاس. الميثود اللي بداخل الكلاس زي مين؟ زي رايه واسلام، تمام كده؟ الميثود دي ميثود اقدر استخدمها دايركت من جوه كلاس. لما تحب بقى تستخدم ساره، ساره هي مين؟ لا لازم بتعمل حاجه اسمها اوبجكت من الكلاس، تمام؟ طيب ناخد مثال هنا. ماشي يا عم، ميثود جوه ايمن، انا دي ازاي بقى؟
ما انا ايوه بقول لك، ما دي اسمها هو ايه بقى، مش ايمن ده كلاس، ازاي بقى نتعامل مع بداخل الكلاس؟ انت كده ناديت على ايمن صح ولا ايوه؟ ناديت على ايمن منين؟ لا لا ما ناديتش على ايمن، انا عرفت اوبجكت منه، حاجه اسمها اوبجكت منه. لما تحب احنا دلوقتي كل ده عمال نستخدم سورس كود، انا بقى عايز استخدم الاكواد دي، عايز استخدمها، مش انت قلت الاكواد دي عايز استخدمها في الشاشه؟ كل دي كده اكواد على جنب، ثواني بس، كل دي اكواد على جنب، مين اللي هيدخل بيانات على الاكواد؟ مين اللي هيدخل البيانات دي؟ اليوزر. عايز راح اليوزر ده بيدخل فين؟ في الشاشه. عايز بقى الشاشه تنادي على كل اكواد الكلاس عشان تستخدمها. قبل ما اروح الحته دي انا عايز اعرف، ايوه عايز هو ايمن، عارف اقسم بالله عارف. طب مش ايمن ده كلاس وساره كلاس، يبقى ازاي عشان لما تعرف الاول تتعامل مع ساره اعلمك لازم تتعامل مع ساره عشان تعرف تتعامل مع ايمن. ما هو الاثنين من نفس النوع، ما انت لو عرفت ازاي تتعامل مع ساره هتعرف تتعامل مع ايمن، عشان ساره ايه وايمن ده كلاس عادي. ما هي ساره اتعاملت مع رايه ماشي، لا ده ورثت من رايه ما اتعاملتش. فتعرف بس ازاي بقى استخدم الاثنين دول، استخدمهم في فرق بين الاول دورس من ده، دلوقتي انا عايز استخدمهم في اليوزر في الشاشه. مش احنا قلنا في جودين؟ انا مش هستخدم في الشاشه، انا هستخدمها جوه ساره برضه. ماشي، ما هو برضه لازم تعرف الاول ازاي، الاول الاولويات ازاي تستخدم الكلاس، لازم ازاي تعرف الاول تستخدم الكلاس. احنا مش كل الكلاسز دي والميثود سورس كود وبعد كده انا المفروض ايه؟ انادي عليها بقى عشان استخدمها، هو ده الكلاينت كود، هو ده ازاي تستخدمه. ناخد مثال بس صغير، حتى مثال من الامثله احنا خدناه قبل كده، خدنا مثال البنك باين بتاع القروض و... صح بتاع القرض الاولاني تمام. هنصمم ابلكيشن للبنك بس طريقه الاو بي بقى، كان اول واحد صح، بدل ما نقعد نكتبه تاني. ليست دي؟ ليست في الفورم. اه انت ما حضرتهاش ولا ايه؟ ما حضرتش اللوب. ايه؟ لا ما حضرتش الليست؟ لا ما حضرتش. عملناه وحاجه اسمها ديفولت ليست موديل. في غير الليست والكومبو والتكست فيلد. التكست ايه؟ التكست فيلد ولا اه التكست فيلد العادي. والليست في حاجه ثانيه؟ هناخد جي تيبل. حاجه اسمها جي تيبل. ايه؟ مش مشكلة عادي، يعني ناخد، عايزين ناخد المثال ده بقى لحساب ايه؟ بس بالاوبي تمام؟ طيب وقف الفيديو ده لو هتجيبه شاي